سلام على كامل الشعب الجزائري، نبعت لكم كل التحية الطيبة ونقول لكم صحة رمضانكم. إن شاء الله ربي يعطينا الصبر، لازم نشدو حالنا وديارنا باش نحميو بلادنا وولادنا ووالدينا في هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله يا ربي يزيد يكبر العزيمة تاعنا، ونعرفوا شحال الشعب الجزائري قدها وقدود. إن شاء الله نتغلبوا على الكورونا الكوفيد 19، ما بقاش قد اللي فات، نصبروا وبإذن الله نالوا. تحية الجزائر، ربي يحفظكم. ريم غزالي.